استاذ جمال نجم، مساء الخير يا فندم. انا يا فندم، اهلا استاذ احمد، ازاي صحيح سيادتك؟ كله بخير الحمد لله يا فندم. الحمد لله. قول يا فندم بالراحه. سمعت المقدمه بتاعت حضرتك. ايوه. وانا بس عايز اقول هو فعلا النهارده كان في اجتماع مع سياده الرئيس، وهو طلب بتوجه ان هو يبقى في مبادره جديده ب 100 مليار جنيه لشقق محدودي ومتوسط الدخل ب 3% متناقصه، ودي مهم قوي. ايوه. يعني النهارده متناقصه يعني بتبقى على القائم، فدي طبعا زي ما حضرتك قلت اسعار فايده يعني مش موجوده، اسعار ممتازه جدا. وده كله بيبقى دعم من الدوله لمحدودي ومتوسطي الدخل. يعني ممكن تقول لنا يعني 3% وممكن توصل لواحد مثلا واقل؟ يعني لا، معنى 3% متناقصه بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ متناقصه على الرصيد، بمعنى لو الرصيد عندك في في في, في مثلا في اواخر الاقساط، رصيد اللي بيبقى عليك بيبقى صغير فبيبقى على الرصيد، بمعنى ان انا لو ابتديت مثلا القرض ب 300,000 هيدفع عليه 3% على 300,000. في النص الثاني من المده اللي هو بعد 15 سنه هيبقى رصيد 150. 3% على ال 150. كل ما الرصيد ينقص بتتحاسب على الرصيد الاقل. فدي بالظبط، فدي ميزه طبعا. ما بحسبش على المبلغ بالكامل. لا يا فندم. ايوه. يعني كل ما الرصيد يقل فايده بتبقى على المبلغ الرصيد اللي هو متبقي. أقل. ايوه المتبقي يا فندم. احنا بنتكلم دلوقتي 100 مليار جنيه. 100 مليار جنيه. ممكن مبلغ يزيد؟ لو لقينا ان في أيوة. اقبال واستخدامها، يعني استخدام ال 100 مليار جنيه وفي وحدات والناس استخدمتها، مفيش حاجه تمنع ان احنا اعاده النظر في هذا المبلغ. نعم. طيب مين هيستفيد من هذه المبادره؟ مين؟ مين هو تمام. المواطن؟ قول لي التفاصيل ويعمل ايه؟ تمام. هو طبعا زي ما بيقول ان هي محدود ومتوسطي الدخل. دي الشريحه، دي الشريحه العظمى، ودي الشريحه اللي الدوله بتتوجه ليها واللي عايزه تساعدها فعلا ان يبقى عندهم شقق. فده التوجه. احنا بنخدم الشريحه المتوسطه وده شيء اساسي. الاهم من كده ان في تفاصيل احنا لسه يعني التفاصيل هننزلها احنا، دي الشروط العامه ودي اللي تهم كل الناس المستفيده. نعم. بقول له 3% متناقصه، بقول على 100 مليار، وبقول الاهم ده كله 30 سنه. يعني حتى في الخارج التمويل العقاري مفهوم 30 سنه. يعني في الدول الاوروبيه وبره التمويل العقاري دايما بيبقى على 20 25، ف 30 سنه دي حاجه جديده برضو احنا عمرنا دي ما حصلتش في مصر قبل كده. لا يا فندم، المبادرات السابقه اللي احنا عملناها للمحدودي ومتوسط الدخل كانت بتتكلم على 20 سنه. فاحنا دي اول مره ان احنا، وده الغرض منها ايه؟ ان احنا يبقى القسط الشهري او الربع سنوي اللي بيدفعه المواطن كل ما طبعا ما بتفرض على فتره زمنيه اطول قيمه القسط بتقل، ومع الفائده اللي زي ما حضرتك قلت الفائده المتناقصه فدي 3% دي، فهيبقى الاقساط كلها في متناول ان شاء الله سواء متوسط الدخل او محدود الدخل. واحنا الاهم من ده كله متوسطين الدخل او محدود الدخل، احنا بشوف ان توفير منزل او مقر اقامه احنا دي اهم حاجه عندنا. يعني دايما حتى في مثل بيننا وبين بعض يقول لك ايه اهم حاجه ان انا ايه قاعد بين اربع حيطان. نعم. فاحنا مصريين عندنا ان يبقى في عندي بيت وبيت بملكه، دي بتبقى حاجه جيده جدا جدا لينا كمصريين. ايه ايه اللي تم النهارده؟ يعني لانه بيان الرئاسه انه السيد المحافظ عرض جهود البنك المركزي الخاصه في جائحه كورونا، ايه اللي تم النهارده في هذا الاجتماع؟ احنا النهارده كان الاجتماع حقيقي كان فيه اشياء مختلفه. يعني احنا اتكلمنا على قوه الاحتياط النقدي اللي موجود في مصر حاليا، وهذا الاحتياط النقدي من حيث القوه، من حيث ان هو بيغطي عدد شهور لا تقل عن من 8 ل 9 شهور استيراد، فوق ده بيتمتع بحجم سيوله، والسيوله مهمه جدا جدا. فاتكلمنا على الاحتياط النقدي ومدى قوته وان هو قوي ويقدر ان هو يخدم الانشطه الدوله واحتياجاتها. اتكلمنا في مره اخرى اتكلمنا على اداء القطاع المصرفي. نعم. والنمو في القروض والنمو في الودائع وقوه القطاع المصرفي، واتكلمنا على اختبارات الضغوط اللي هي التحمل للبنوك اللي بتتعمل في الازمات. في حاجه عالميه اسمها اختبارات التحمل، بيقيسوا قوه تحمل البنوك
على تحمل الأزمات ومواجهة الصدمات. اشرح لنا جمال بيه الجملة دي، لأنه مش كل الناس متخصصة. اشرح لنا دي بتعني إيه للناس أو تعني إيه كمجتمع؟ بالضبط، بتعني تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وإن الناس فلوسها آمنة. يعني دي الرسالة. دي بتقيس قدرات البنوك لو قدر الله لما تحصل أزمات. البنوك دي هتفضل متماسكة وتؤدي دورها في الإقراض، واللي هي كمكان لودائع الناس والتزامها انها تؤدي الالتزامات اللي عليها. ده كله احنا في ظروف، لو في ظروف صعبة بنقول ان البنوك هتقدر انها تقوم بدورها كما هو بتقوم بيه دلوقتي بغض النظر التأثيرات الاقتصادية. ودي بتبقى حاجة مشهود لها عالميا ان البنوك بتقدر ان هي اختبارات التحمل ان هي بتقوم بدورها الوظيفي كمحفز للاقتصاد ويقدر ان هو يضخ اموال وسيولة في الاقتصاد، مما يساعد ان معدلات النمو تفضل مستمرة حتى في حالات زي المشكلة بتاعة جائحة كورونا. وده شفناه، يعني شفنا معدلات النمو. وهو معدلات النمو دي جاية منين؟ معدلات النمو الإيجابية دي معناها ان في شغل، في مشاريع بتتعمل، في ناس بتقدر تاخد قروض، بتقدر تعمل بقروض سريع، او تقدر انها تنمي اعمالها وتكبرها. فمن غير الـ هذا الوجود وغضور البنوك صعب انك تعمل تنمية. طيب مسألة الامان، هاي بتكلمنا على الامان وقدرة وتحمل طبعا البنوك على امان والودائع كاملة. طبعا طبعا يا فندم. دي اهم حاجة. أيوة. هو النهاردة هي الودائع بتزيد في البنوك ليه زيادة مضطردة؟ ده ثقة. يعني خلينا ثقة، احنا مفيش مودع. طب عندنا قد ايه دلوقتي كانت وبقت النهارده يعني كانت قد ايه مثلا من 3 4 سنين وبقت كام النهارده عشان ناكد موضوع الثقه ده؟ لا يعني حضرتك مثلا عندنا مثلا الودائع كانت في 2016 ديسمبر 2016 بنتكلم على 2,754 مليار. جمال بيه، 2 يعني تريليون، 2 تريليون بنتكلم على 2 عشان نسهل على الناس. 2.7 تريليون. كويس. 2.7 تريليون. كويس. ده في ديسمبر 16. ديسمبر 20 بنتكلم على 5.3 تريليون. يعني نسبة زيادة حوالي 91%. يعني تخيل سيادتك في 4 سنين حجم الودائع زاد ب 91%. ده دليل على حاجة واحدة. دليل ثقة. ولو رحنا كمان ان الودائع دي معظمها قطاع الافراد. فده معنى ان الافراد بيثقوا في الجهاز المصرفي، عشان كده ودائعهم بتنمو. وليها حاجه كمان، ان البنوك بتقدر تدي نسب معقوله جدا وممتازه من الفايده. يعني النهارده في العوائد اللي البنوك بتصرفها على الودائع دي وصلت حوالي 750 مليار في الاربع سنين اللي فاتت. فوائد بس اتصرفت للناس على ودائعها، للناس على الودائع بتاعتها. 700 وكم مليار؟ 750 مليار. فدي جزء، في ناس بتصرف وفي ناس ما بتصرفش، فالودائع بتاعتها بتزيد. يعني زي اللي عنده بيجيله فايده بياخد جزء هنا وبيسيب الجزء، فالودائع بتزيد باستمرار. دليل ثقة ان الشعب المصري بيثق في قطاعه المصرفي ان هو بيقدر. جمال بيه الصوت، معلش حاجة بتتحرك لان الصوت رايح جاي. لا يا فندم. طب يمكن عندي يعني لا انا كده مسموع يا استاذ احمد؟ كده مسموع يا فندم. فده بيدي ده دليل على الثقة مطلقة في القطاع المصرفي. القطاع المصرفي طول عمره محل الثقة للمصريين، ويمكن ده يعني انا بقولها، ما فيش عمر مودع حط فلوس في بنك منذ الخليقه وجي في يوم من الايام البنك قال له لا والله احنا مش هنقدر ندي لك فلوس، وان احنا خدناها وزي ما حصل في بعض الدول حوالينا. لا بالظبط زي ما حصل في بعض، انهم تحفظوا على اموال الناس كلها. لا في بعض الدول بيعمل ايه؟ بيقول لك والله حصلت ازمه البنك حصلت له أزمة، احنا كبنك مركزي على ثقنا ان احنا بنضمن جميع الودائع سواء بالعمرية او بالعمرية. جمال بيه معلش انا مش سامع حضرتك، الجزء ده مهم قوي تاني. يعني ايوه
احنا كبنك مركزي بنعمل ايه؟ بنضمن. أيوة. بنتعهد وبنضمن ودائع الناس، سواء شركات سواء افراد، سواء بالعملة المصرية سواء بالعملة الاجنبية. أيوة. سواء لمصريين سواء لاجانب مقيمين وعندهم حسابات في البنوك، يعني اي حد عنده اي نوع من الودائع او حسابات في البنوك، في تعهد من البنك المركزي ان هو بيضمن ان هو كل واحد ياخد فلوسه كاملة عند طلبها. يعني النهاردة دي بتدي برضو قوة تانية. دي بتدي ايه؟ ان انا عندي سيولة كافية، سيولة قوية، اقدر ان انا اوفي المتطلبات سواء من ناحية الاقراض او من ناحية الودائع. هايل. الحاج بتقولي من شوية الافراد الافراد قد ايه من حجم الودائع اللي عندنا؟ نسبة قد ايه الافراد؟ لا عندنا يعني الافراد مميزين، يعني يعني هقول لحضرتك، لو احنا انا اديت مقارنة على الودائع 2016-2020. أيوة. وقلت لسيادتك في 2016 حجم الودائع كان 2.7 تريليون، وكان في 2020 5.2 تريليون. لو جينا بصينا على التقسيمة هنلاقي الودائع الأفراد كانت في 2016 ديسمبر 2016 1.7 تريليون. بقت كام يا استاذ احمد؟ ثانيه واحده قبل كام؟ ثانيه واحده قبل كام؟ ستك بتقول لي في ديسمبر 16 حجم ودائع الناس الاشخاص الافراد. ايوه تريليون. كان واحد تريليون و7 من 10 و7 من 10. بقت كام النهارده؟ ديسمبر 20 بقى 3 تريليون و6 من 10. يعني احنا بنتكلم على زياده حوالي 113%. نعم، 3 تريليون و6 من 10. ايوه في أيوة ديسمبر فهم. اللي فات 2020. في ديسمبر 20 بالظبط يا فندم. بالظبط. فده دليل على يعني زادت ب 113% في 4 سنوات. ودي يعني زياده مش صغيره. نعم. يعني انك تضاعف تزيد. نعم. تضاعف القطاع العائلي اللي هو بنقول الافراد. نعم. يضاعف ودايعه واكثر في 4 سنوات. ده دليل زي ما بقول ثقه. والناس عارفه ان فلوسها في امان ومحفوظه وفي اي وقت بيقدر ياخدها. يعني ده اللي حاسينه. يعني النهارده عمر ما حد راح قال عايز ودعتي، قالوا له لا والله مش هنقدر نديها لك. نعم، احنا بنتكلم تقريبا 70% افراد من الودائع اللي موجوده في البنوك تقريبا، مش كده؟ ودي 70%، ودي ميزه كبيره جدا. ميزه للافراد ان الافراد في ثقه. وميزه كمان للبنوك ان دي بتدي نوع من الاستقرار في الودائع. انت عارف سيادتك الافراد بيبقى عدد كبير. نعم. فبتدي نوع من الاستقرار غير لما ما بيبقاش فيه تركز. يعني القطاع العائلي لما يعمل 70، وعلى فكره دي نقطه اشاده في لما بيجي التقارير الدوليه او اي حد بيقيم القطاع المصرفي، نقطه اشاده هي استقرار الودائع. استقرار الودائع ان دي معناها ايه؟ ان القطاع العائلي هو الجزء الأكبر والمؤثر في ودائع البنوك. نعم، لأنه كان الأيام اللي فاتت كده في ظل حضرتك عارف طبعا محاولات ضرب الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والاقتصادية بالكامل، قال لك الحقوا فلوسكم في البنوك، خدوا فلوسكم واجروا. ما انا بقول لحضرتك اهو عشان حضرتك ترد لي، خدوا فلوسكم واجروا، ده هياخدوا ممكن فلوس، ده ما عندهمش فلوس، ده بيصرفوا على المشروعات فهياخدوا فلوسكم كلها من البنوك. بدأوا يتكلموا في هذا وقال لك بطاقة ميزة اللي عاملينها دي، البطاقه دي هيخصموا 30% مرتبك ومش هتقدر تاخدهم. قول لي رد على هذا الكلام. لا طبعا يعني مش عايز اقول لفظ يعني مش علمي، قوله من غير كلام فارغ. كلام فارغ. كلام فارغ. لا هو كمان يا استاذ احمد هو اللي بيقول كده. هل حصلت في حياه مصر وتاريخها من ايام قدماء المصريين والاول ان في حد راح خد حتى في ظروف اصعب من دي بكتير؟ هل في حد راح عنده فلوس سواء بالعملة وطلبها بالعملة وحد قال له لا مش هتاخدها؟ بأي عملة؟ بأي عملة. يعني أنا لو عندي دولار عايز أخد وديعتي دولار، أخدها دولار. نعم. عند مصر عايز أخدها مصر. لأن إحنا زي ما بقول حضرتك عندنا احتياطي قوي. وعندنا سيولة. الحمد لله عندنا سيولة في العملات كلها، سواء عملة أجنبية أو عندنا في الجنيه المصري. عملنا البناء اللي موجود النهارده اللي تجاوز 40 مليار دولار رغم الازمات ورغم كورونا، اتعمل ازاي؟ يعني ايه اللي احنا عملناه من سياسه ادت لهذا الامر؟ لا احنا طبعا عندنا الحمد لله. شوف على فكره انت البنك المركزي
اهم وظائف، عنده ثلاث وظائف حاليا البنوك المركزيه عندها ثلاث وظائف مهمه. نمرة واحد الاستقرار المصرفي، نمرة اثنين استقرار الاسعار اللي هو بيعادل التضخم، نمرة ثلاثة التشغيل. يعني البنوك المركزيه النهارده بقى لها دور ان هي التشغيل جزء من السياسه النقديه بتاعتها. لان احنا خلينا النهارده لو ما فيش تشغيل ايه معنى ممكن يحصل مشاكل، الناس ما يبقاش عندها دخول، يبتدي لها تاثيرات اجتماعيه مش طبيعيه. ويمكن ده لو سيادتك شفته معدلات ظل جائحه كورونا، معدلات الطلب بتتحسن. يعني احنا عكس على فكره، لان احنا فكرنا خارج الصندوق. احنا عملنا حوالي 16 مبادره كبنك مركزي، ودايما احنا متعودين ان الاحداث ما تسبقناش كبنك مركزي. يعني دايما بنتحرك بطريقه استباقيه. دايما لما بتتحرك بطريقه استباقيه بتبقى مبادراتك بتجيب نتيجه وبتكون اقل تكلفه. يعني كام دايما 16 لما مبادره في القرار فلوسهم قد ايه وشغلنا قد ايه لحاجه بتتكلم عليه التشغيل يعني انا او استفاد منهم قد ايه؟ لا احنا عندنا يعني مثلا لو احنا جبنا مش اقل، يعني مثلا عاملين مبادره زي مبادره المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. دي اللي هي ابتدت في اخر ابتدت في 2016 ومستمره معانا. دي وصلت ل 234 مليار. 234 مليار جنيه. نعم. ودي حوالي عملت خلقت حوالي 900 ألف فرصة عمل. نعم. ده طبعا غير المبادرة اللي احنا عملناها للمشروعات الكبيرة. دي اتصرف فيها يعني حوالي 184 مليار. أيوة. بنتكلم على 7000 شركة. يعني ده غير ال 900 ألف فرصة عمل اللي بقول لسيادتك عليها. الشركات دي اللي فيها الناس اللي كان فيها تعثر فيها مشاكل وكده. لا ده غير المتعثرين كمان. لا ده غير المتعثرين كمان. يعني ده غير المتعثرين كمان. فاحنا النهارده دي مبادرة، وغير مبادرات اللي عاملينها زي ما سيادتك كان المسكن المتوسط، المبادرة اللي احنا عاملينها جديدة دي واحدة جديدة غير اللي موجودة حاليا. نعم. يعني غير طبعا لما اجلنا لو تفتكر سيادتك 6 شهور للاقساط والفوائد انها ما تتدفعش لمده 6 شهور. نعم. ده قرار مش سهل على فكره استاذ احمد. يعني تخيل النهارده البنك ما بيجلوش اقساط ولا بيحصل فوائد وملتزم بدفع الودائع. اتحملنا قد قوي. اتحملنا قد ايه في ده؟ او البنوك تحملت قد ايه؟ لا احنا لما قلنا 6 شهور تأجيل اتحملوا قد ايه في 6 شهور؟ حاجة بتقول عملية صعبة على البنوك. لا هي عملية صعبة على البنوك. هي البنوك تحملت الفرصة البديلة. يعني الفرصة البديلة البنوك تحملتها. ان هو كان ممكن يجيله الفلوس دي اول باول ويعيد استخدامها تاني. نعم. في نشاطات اخرى. فده كان الفرصة البديلة. النهاردة زي ما لسه بنتكلم على، هل حصل خلال السنة اللي فاتت كورونا وما زلنا النهاردة انه لانه كل الناس طبعا متابعة، ما عندناش سلعة واحدة مش موجودة، عندنا وفر الحمد لله في جميع السلع بمخزون استراتيجي ضخم طبعًا وكبير طبعًا. إيه اللي احنا عملناه ايضا لانه واعتقد وربما ده ايضا توجه من القيادة السياسية انه نحافظ على حاجة الناس تبقى موجودة لعدة شهور. عملنا الحكاية دي ازاي وبنعملها ازاي احنا البنك اللي هو بيدفع عشان نجيب الحاجات للمصريين. تمام. لا ده طبعا حسياتك ده طبعا بقى فيه تنسيق مع الوزارات المعنية. بتتكلم سيادتك على وزارات التموين، بتتكلم على سيادتك مع الغرف، بتتكلم سيادتك مع طبعا فوق ده كله بنتكلم مع السيد رئيس الوزراء، في تناغم وفي اتصالات على طول عشان نقدر ما يبقاش في حاجه ناقصه. يعني انا اعرف ناس حد اجنبي يعني خواجه قال حاجه يعني انا انبسطت منها. وبيقول لي مثلا انت عندكم انواع جبن سوبر ماركت مش موجوده بره، هو ما شافهاش بره. يعني يعني انا بقول بيدي مثل على اللي موجود عندنا او الاتاحه اللي موجوده. يعني عايز يقول ان انتم عندكم كل حاجه متوفره لدرجه ان هو حاجات ما شافهاش بره. فانا بقول النهارده وده جزء اساسي ان يبقى
كل السلع متوفرة، ما عندناش الحمد لله اختناقات في أي حاجة. ده سببه إيه؟ سببه إن لما بيبقى في أي احتياجات أنت في جيبك الفلوس وفي سيولة فبتقدر تجيبها. نعم. ما الاختناق يجي لو أنت ما عندكش المصادر. إنما الحمد لله إحنا عندنا المصادر، فبالتالي بنقدر نشتري الحاجات في تواريخها وفي مواعيدها وبدون تأخير. فده بيؤدي إلى سلاسة في تداول البضائع والمنتجات، وبالتالي ما بتحصلش أزمات اختناقية. طيب نقدر نتكلم على البنك الزراعي واللي حصل بالنسبة للمزارعين، عملنا لهم ايه واستفادوا قد ايه، وحجم كمان الأموال اللي تم ضخها من جانب البنك المركزي، ولو عندنا رقم بعدد المستفيدين من أهلنا في المزارعين. تمام. في عندنا أولا احنا البنك الزراعي بنعمل له إعادة هيكلة تامة وكاملة على كافة المحاور، سواء بنية تحتية وتكنولوجيا معلومات، بنتكلم على تطوير شبكة فروع مركزية العمليات، بنتكلم على موارد بشرية، بنتكلم على ان البنك ده نستخدمه لدعم خطط الدولة في القرى وتنمية الريف المصري، بنتكلم على المسؤولية الاجتماعية لهذا البنك. فاحنا بنعمل تغيير كامل لهذا البنك، جبنا ادارات محترفة، يعني جبنا ادارات معينة، إدارات محترفة حوالي 60 واحد. أنا بتكلم من على كل المستويات. إدارات محترفة عشان هو في الآخر الناس هي اللي بتعمل. يعني لو ما عنديش الناس المحترفة مش هيقدروا يسلموني اللي احنا بندور عليه. والدليل على ذلك يعني في برضو قفزات في محفظة الودائع الخاصة بالبنك. في عمل مبادرة، وأنا بقول برضو المبادرات اللي بتتعمل للمتعثرين وبيتم تنازل فيها عن مبالغ دي ما أقدرش أعملها لو أنا مش بنك قوي. عمري ما هقدر أعمل مبادرة وأسيب وأعمل تنازل للمتعثرين إلا إذا كان عندي حاجة بنتكلم اللي هو المخصصات لهذه الديون. فأنا في مثلا عندي سيادتك حاجة البنك الزراعي عمل إيه؟ قال أي واحد عليه مديونية من جنيه لغاية 25,000 إعفاء تام. إعفاء تام. نعم. مفيش ولا مليم. اللي عددهم؟ اللي عددهم 307,000 عميل. أيوة. ولا يعني مليم. عندنا. ولا مليم يعني. كويس. أكنه بالظبط كده بيش خلاص مسحت الريكورد بتاعه. دي اللي كانت تقريبا من شهر أو شهر ونص المبادرة دي. بالظبط يا فندم. فاضل بالظبط. دي تكلفتها كام؟ 651 مليون. ما هو كل حاجة لها تكلفة. طبعا. دي تكلفتها كام؟ 651 مليون. فيعني ده دول يعني كانوا على الناس اسقطناهم وبالتالي مش موجودين. تمام. يعني الراجل ده زيرو. وليه احنا رحنا للشريحه دي؟ لان الشريحه دي هي ال 25,000 جنيه بالنسبه له تف. صح. فده رحنا للشريحه دي وقلنا دول اعفاء تام. كويس. يعني مش هيدفع جنيه. اللي بعدهم قلنا في عندنا شريحه اخرى اللي هم اكتر من 25,000 جنيه. البنك عمل مبادرة قال والله لو دفعوا لنا الحوالي 50% خلاص هيتنازل عن الباقي. يدفع لي 50% من المبلغ، أصل المبلغ. من أصل المبلغ. من أصله. من أصل المبلغ. وبالتالي يتم يعني إسقاط النص الأخير أو المبلغ بالزبط. الأخير. بقية المديونية. كويس. الحاجة الأخرى كمان ان البنك ده عنده بيركز في حاجات معينه. الحاجات المعينه دي بنتكلم على عامل برنامج للتحول لطرق الري الحديثه وتمويل طرمبات الري بالطاقه الشمسيه. دي برضو حاجه بنتكلم على بيتكلم على خمسه بفايده 5% طبعا. برضو دي بنتكلم على تطوير وانشاء مراكز تجميع الالبان. دي برضو مهمه جدا. انا بتكلم ده كله ب5%. نعم. بتكلم على احلال سلسله القيمه المضافه لتسمين الثروه الحيوانيه. يعني بيبقى زي ما بقول لحضرتك بيجيبوا العجل صغير بيسمنه بربيه بيوفر له الرعايه الطبيه بيوفر له التغذيه وبيجي لما العجل بيكبر بيتباع والمربي بيستفيد. نعم. فدي مهمه جدا لان دي استفاد منها 15,000 عميل. 15,000 عميل اللي هو التسمين. نعم. كام بقى خدوا تمويل كام؟ حوالي 2.5 مليار جنيه.
نعم. فده خلينا نقول ده كله بيخلق فايدتهم فرص كام هنا؟ عمل. 5%؟ ده كله ب 5% اللي انا قلته لحضرتك. اتفضل. الاستاذ احمد ده ما ده كله بيخلق تشغيل. بيخلق تشغيل ويبتدي انا اشتغلت. انا الشغل ده مهم جدا. نعم. بيدي نوع من احساس بالقيمه للي بيشتغل. ده غير المردود المالي. نعم. يعني بيدك فاحنا عشان كده ده كله يعني بقول لسيادتك 15,000 عميل عشان في التسمين. فده برضو مش حاجه مش بسيطه يعني. ده غير طبعا المشروع البتيلو. مشروع البتيلو بنتكلم في حوالي 3 مليار جنيه. بنتكلم على حوالي 19,000 مستفيد. انا بتكلم على كل حاجه بتكلمها دي مختلفه عن الاخرى. عن الاخرى واضح. نعم. ده عشان المشروع البتيلو 250,000 راس. ده لغايه دلوقتي. انتوا كبنك مركزي كمان داخلين في ده، داخلين في المشروع ده. ما ده بال5%. وده يمكن ده سيادتك حاسس ان دلوقتي الانتاج البروتين واللحوم، اللحوم الحمد لله ما فيهاش اسعار. كنا زمان كل شهرين ثلاثه وعلى اي مناسبه كنت بتلاقي اللحمه بتحط لها 10 20 جنيه. صح. انا بتكلمش حتى في المناطق، بتكلم في المناطق العاديه. النهارده احنا سعر اللحمه ثابت بقالنا مش اقل من سنتين ثلاثه. ودي حاجه كان دايما يقول شوف اللحمه بكام. لا ما حدش بقى بيجيب سيره حاجه بيجيب دلوقتي يقول لك دلوقتي. شوف اللحمه بكام. صح. لان اللحمه ما بتزيدش يعني. عشان دي حاجه قدرت توفر ده او تعمل لا ده. قدرت اوفر حاجتين. قدرت اوفر ان هو بجيب له البتيلو الصغير. بديله خدمات بيطريه وبديله تمن الاكل وهو بيروح بيربيه. فبقت المنظومه متكامله، وفي نفس الوقت المنظومه بسعر فايده زي ما بقول لحضرتك 5%. فبالتالي بقت النهارده الناس بتشجعها لانه بقى اصل هو ما الفايده دي بشيل عليه تكلفه الفايده. يقدر مكسبه يكون له قيمه، فبتبتدي الناس تتوجه وتشترك في هذه. دخلتوا على مبادره كمان احلال العربيات. منظومه. ده طبعا منظومه الاحلال دي زي ما حضرتك عارف ان هي دي 15 مليار جنيه. ودي بسعر عائد 3%. عائد مقطوع. ودي للافراد الراغبين، كل عايز يغير الاحلال المركبات سواء ملاكي او اجرة او مايكرو باص. واللي هي بتعمل ومقسطينها من 7 ل10 سنين يعني. نعم. في 10 سنين قسط وتبقى قسط شهريه. خليني وانتهز انه فرصه وجود حضرتك معايا، وانا بشكر حضرتك وتحياتي للسيد المحافظ كمان ولكل البنك المركزي، انه بعض الكلام الفتره اللي فاتت اللي طلع وقال لك ان البلد مصر عايشه على قروض وما عندهاش حاجات اخرى غير القروض، والقروض ديت كلها ديون وكلها كذا، وحلوني بقى على بال ما تسددوا وتعملوا. بنعمل ايه في هذا الملف وحقيقه ان احنا بلد بتعيش على قروض فقط؟ بص سيادتك، هو طبعا انا دايما بقول الواحد ما يحكمش على نفسه. لان هيبقى مجروح. مجروح ان اتكلم النهارده لما حضرتك بنطلع نصدر سندات دوليه. دول ناس بقى بره وبيحلل البلد من اولها لاخرها. يعني تشوف سيادتك حجم التحليل سواء كمي او نوعي. ايوه. عشان ما الراجل ده هيحط فلوسه لو هو شاكك للحظه واحده ان فلوسه رجع له مش هيروح يحط فلوسه. نعم. ده دي هي النهارده لما بنروح نطلع عشان نطرح سندات دوليه. الاكتتاب بيجي شكله ايه؟ بيتغطى كم مره. يعني اخر حاجه اتغطى بيها بيتغطى كم مره؟ بيتغطى 5 و6 و10 مرات. ده معناه الثانيه ده معناه ايه؟ معناه ثقه. الثقه عارف سيادتك لما يجي واحد كده تمام يبقى عنده حاجه حلوه كده يقول يا جماعه مين يشتريها، تلاقي كل اللي واقفين بيقول انا بالظبط رايح لها كده. نعم. يعني زي ما كنا عروسه كويسه كده يقوم الخطاب بتلاقيهم يقول لك الخطاب واقف. نعم. فدي فبنطرح السندات بنغطيها 4 5 مرات واكتر واكتر اكتر. نعم. واكتر يعني يبقى ده رقم واحد مرات. هنا شهاده دوليه. الحاجه الثانيه بقى الفتره الزمنيه. يعني النهارده انا لو انا دايما كل ما تروح فترات اطول معناها مخاطرك اكتر. يعني زي ما انا النهارده يعني تاخد سنتك لمده سنه انا متوقع المخاطر في سنه. انما لما يبقى 40 سنه حد يقول لك انا اعرف ان النهارده كون ان احنا برضو فتراتنا
لأربعين سنة وثلاثين سنة، ده معناه أن الراجل فيه شايف نوع من الاستقرار والنمو في هذه البلد. استقرار ودي مهمة جدا. أيوة. ونمو في هذه البلد. لأنه هو لو حاسس أن هو الاستقرار مش تام، أصل إيه اللي حاسبه بعد 30 سنة شكل مصر هيبقى إيه وبعد 40 سنة؟ أنا لو حاسس أن شكل واحد في الألف أن مفيش استقرار ومفيش نمو واستدامة في النمو أنا إيه اللي خلينا أروح 30 و40 سنة؟ نعم. فده الرد على الناس اللي بتقول الكلام ده. ده معناها أن أنا بثق في هذه الدولة، في نظامها السياسي، في نظامها الاقتصادي، في معدلات نموها، في الاستدامة في نموها واستقرار. نعم. هل وارد ان احنا ناخد قروض اخرى جديدة ولا خلاص احنا القرض اللي فات وارد؟ لا، دي بتبقى بتبص انت على الاحتياجات ايه، ودي بتبقى مع السيد وزير المالية، مع البنك المركزي. يعني دي، لان برضو خد بالك سيادتك في ميزة برضو الاقتراض، اللي برضو المالية لما بيجي لها الاقتراض بالدولار بيبقى ارخص من الجنيه المصري. يعني عرض انا لما اروح ادفع 5 و6% ارخص من الجنيه المصري حاليا. يعني ايه؟ يعني اخد قرض بالدولار ارخص من ان انا اخد قروض بالجنيه؟ في حالة ان هو في عندك استقرار لا ارخص. يعني النهاردة المالية لما بتطلع تاخد بالدولار ويدفع 5 أو 6%، النهاردة هو لما بيجيب من المحلي، من السوق المحلي بالمصري، النهاردة بيتكلم على بعد الضرايب بتتكلم على 10% مثلا. يعني بالدولار 5-6%، المحل بنتكلم على 10%، والمصري بيكلفه تقريباً بعد الضرايب حوالي 10%. كلفه 10%. وبالتالي هي بتبقى عملية محسوبة انما فيها فايدة. انما زي ما بقول، انت لو ما عندكش استقرار واستدامة واستقرار سياسي، ما حدش من الجماعة الأجانب هيجي يقرب ناحيتك ويقول لك أنا عايز أشتري السندات بتاعتك. نعم. عندنا اللي هو الأموال الساخنة قد إيه خلال، مثلا لو اتكلم في خلال الفترة الماضية قد إيه دخل مصر الأموال الساخنة، أو دخل استثمار الاستثمار مباشر الأجنبي كمان عندنا في قطاع الاستثمار البنوك والبنك المركزي تحديدا؟ بص حضرتك، الأموال الساخنة اللي هم بيقولوا عليها، اللي هي بتيجي تستثمر في البورصة وفي الزون، دي متحرك، يعني كل يوم بيخش ناس وكل يوم بيقع ناس، دي مش يعني فيها ديناميكية، يعني الناس بتخش وبتطلع كل يوم، ففي دخول. الناس لو سألتني في الآخر النت، ما هو فيكم بيدخل وفي بيخرج. لو سألتني النت هل هو إيجابي ولا سلبي؟ الإجابة ردا واحدا إيجابي. يعني اللي داخل أكثر من اللي بيطلع. يعني الحركة النت بتاعها إيجابي. طيب، لو أنا أيضا جزء من الحاجات اللي أيضا فيها تساؤلات، وإحنا قطاع السياحة عندنا يعني تأثر زي العالم كله ما تأثر طبعًا خلال العام طبعًا الماضي طبعًا. ربما إيه اللي عندي غير قناة السويس؟ هل وضع قناة زي السنة اللي قبل اللي فاتت ولا لأ؟ القناة بالنسبة لكم والسياحة كمان العوائد بتاعتها قد إيه عندنا حتى هذه اللحظة لو عندنا كمان أرقام؟ لا، هي قناة السويس ما تأثرتش، يعني هو تقريبا في نفس الليفل، المستوى اللي بتعمله كل سنة. ما تنساش سيادتك عندنا تحولات المصريين. تحولات المصريين زادت ولا قلت؟ لا، زادت. زادت. لا طبعا زادت. زادت المستويات، والمستويات دي برضو بقول مستويات ثقة. يعني هو النهاردة طبعا ثقة، يعني النهاردة المصري اللي عنده كان فلوس بره، ما هو احنا النهاردة المصري اللي بره ده هو طول عمره موجود. فالنهاردة ازاي تزيد قيمة تحولاته؟ في ثقة في البلد باللي بيشوفه حواليه وفي المنطقة وفي الاقتصاديات، فبيلاقي ان اكتر مكان امن هو عنده في مصر، فبيحول فلوسه في مصر. حوله كام؟ احنا ما يقرب من حوالي 28 مليار. تحويلات المصريين في الخارج. طبعا طبعا. فدي برضو دي مصدر للعملة الاجنبية. نعم. القناة كام؟ تجاوزنا 5 مليار تقريبا؟ بالظبط، تجاوزنا 5 مليار. السياحة حوالي ايه؟ 5.5. السياحة طبعا متأثرة تأثير كبير، فيعني احنا كنا في اخر سنة قبل، نتكلم على 19 قبل الجائحة، كنا وصلنا حوالي 12-13 مليار. طبعا دي تأثرت تأثير جذري، فنقصت كتير، يعني خلينا واضحين مش عندنا في مصر، ده في العالم كله.
ما وصلناش حتى مليار. لا هو ممكن يكون اكتر شويه من اكتر شويه. اه بس مش ما وصلناش الارقام لانه لا يعني لا 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 تاثير لا ولا كبير نصها ولا نصها ولا نصها. لا 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 طبعا لا طبعا. واحنا يعني مش اصل احنا مش منفصلين عن العالم. صحيح. يعني قال الدول كلها دلوقتي ما حدش بيسافر ولا حد بيتحرك ولا حد لا لا يا فندم لا خالص خالص. نعم. يعني احنا بنشوفها في مصر هنا الناس اللي كانت بتسافر ما فيش سفر. لا في تاثير طبعا سلبي للجائحه. نعم. اولا عايز حضرتك تطمنا بالنسبه ايه اللي عندي لمده 5 6 7 شهور جايه يعني حاجتنا احتياجاتنا الاساسيه. ايه اللي موجود عندنا النهارده؟ ايه اللي موجود؟ بمعنى ايه يا استاذ احمد؟ عندي قد ايه يعني سلع استراتيجية؟ عندي زيت، عندي سكر، عندي لا لا احتياجاتي. يعني لا دايما داخلين يعني على رمضان وبالتالي عايزين نقول للناس لا يا فندم عندنا هيكمل لنا السنه الهجريه يعني. لا احنا واكتر احنا دايما في ودايما السيد وزير التموين بيهتم جدا جدا ان هو بقى عنده على الاقل في 6 شهور مينيمم. نعم مينيمم 6 شهور. يعني دي على فكره فتره مش صغيره ان هو بقى عندك احتياط استراتيجي لحد ادنى 6 شهور. جمال بيه في دول قريبه مننا عملت اجراءات قريبه من الاجراءات اللي خدتها ولكن حصل عندها انهيار للجنيه او للريال او الليره او وهكذا. تمام لدرجه انه بعض دول النهارده بنتكلم الدولار ب 12000 ليره. تمام مصر حافظنا على هذا الامر ازاي؟ الاستقرار سعر الصرف بتاعنا حافظنا عليه ازاي؟ ما هو بقى ده إيه بقى؟ هنرجع التحدي ده القرار الصعب اللي خدناه في الاصلاح الاقتصادي اللي هو البرنامج اللي ابتدينا فيه كان في 2016 نوفمبر 16 مع الصندوق. ده كان قرار صعب وكان لازم يبقى وراه قرار سياسي قوي. يعني ده في الاخر قرار سياسي. خلينا واضحين ان هو هنروح عن العمله هتبقى هنعمل لها زي هنسيبها للقرض والطرف تحرير سعر الصرف. خلينا نقول وكان في برضو الالتزام بالناحيه وزاره الماليه بالنسبه للديون الدين العام والدين الداخلي وبالنسبه لعجز الموازنه والعجز الاولي. فدي كلها كانت ودي كلها كانت ضوابط محطوطه او احنا اتفقنا عليها احنا كمصر. دي كلها قرارات مش سهله. وانا برضه بحيي زي ما السيد الرئيس بحيي الشعب المصري ان هو تحمل في هذه الفتره الاعباء ان هو في الاخر اللي شالها الشعب. فانا بشكر الشعب المصري ان هو تحمل هذه الاعباء وابتدى يشوف النهارده احنا بنعمل مبادرات. يعني انا مبادره زي الاسكان المتجر. انا عمري ما كنت اقدر في الظروف اللي هي قبل ما يبقى في اصلاح اقتصادي. ما كنتش اقدر اعملها منين؟ نعم. يعني فدي لا يعني انا عايز اقول دي نتيجه كل المبادرات اللي عملناها. لا كل المبادرات دي ما كنتش قبل نوفمبر 16 اقدر اعملها؟ ليه ما كنتش اقدر اعمل ما كنتش اقدر اعملها ليه؟ اعملها ازاي يا فندم؟ اعملها ازاي؟ اعملها ازاي ومنين؟ ما كانش عندي. لا مش ما كانش عندي. امال ايه؟ النهارده انت بتتكلم على كان عندك مشاكل عجز كبير جدا في الموازنه. وعندك العجز الاولي اللي هو مطروح الفائده اللي بتدفعها عندك مبالغ كثيره جدا. النهارده زي بالظبط واحد مديون وعمال دينه بيزيد هيروح يصرف ازاي او هيساعد في الصرف ازاي؟ فانت النهارده لما يبقى عندك موازنه قويه بتقدر ان انت تصرف. عندك موازنه ضعيفه هتقدر تصرف اقل. الارقام بتقول لي ان دلوقتي في مارس 21 بتكلم على تضخم بتكلم على معدلات نمو. تمام. قد ايه؟ لا انت عندك بنك مركزي بتقول لي ايه؟ عندك في معدلات التضخم بتتكلم على معدل التضخم السنه بتتكلم حوالي 4.8 او 4.85. فده معدل تضخم مقبول جدا جدا. ان احنا سيادتك بالك احنا كنا في يوم من الايام 35%. نعم. تفتكر حضرتك ده كان في كنا في 16؟ في اخر 16 واول 17 واول 17 وصلنا للمستويات دي. فمعناها ان الناس قيمه الفلوس بتاعتها كانت قلت. تاكلت الناس المستثمرين حتى كان في استثماراتهم حصل لها تاكل طبعا. فهو التضخم من اخطر الحاجات اللي بتاثر على اي نمو على اي اقتصاد. يعني نزلنا من 35 ل 4.8 بالظبط حاليا.
ودي يعني هل بتقولي الحمد مقبول لله الرقم ده؟ مقبول جدا جدا الرقم ده مقبول. وزي ما بقول ان في الناحيه الثانيه جد اسعار فوائد النهارده 11% اصلا. اسعار فوائد ايه؟ 11%؟ يعني في النهارده الشهادات بتاعت البنك الاهلي المصري بتدي 11%. وده بيدي ميزه ان انت معدل الزياده في الاسعار، معدل التسارع في الاسعار اقل من معدلات الفائده اللي البنوك الاهلي ومصر بتدفعها، فبقى في عندك جزء بتحس بالفلوس اكتر. ما النهارده التضخم نعم 11% وانا باخد 11 يبقى انا الفلوس بتاعتي قيمتها قلت 4%. نعم اسعار لو زادت بتزيد ب 15% في السنه. وانا باخد عائد على فلوسي 11 نعم، معنى كده ان فلوسي نقصت كقيمه شرائيه، يعني مش نقصت كعد نقدا، يعني انا بقول كقوه شرائيه نقصت ب 4%. لان انت تكلفه المعيشيه بقت زادت ب 15 وانا دخلي زاد ب 11 اللي هو العائد على الوديعة. فالنهارده بقى العكس، النهارده بقت الناس بتاخد سعر فايده يقال عليه موجب، بمعنى ان انا الاسعار بتزيد ب 4.8% انما انا باخد فايده 11%. فدي معناها ان انا بقى فلوسي قيمتها بتزيد كقوه شرائيه اكتر من الزياده في معدل التضخم. النظره المستقبليه ليه؟ ولسه في بعض تقارير دوليه من عده ايام بتتكلم على مصر، شايفينها ازاي النظره المستقبليه؟ النظرة المستقبلية دي الرد عليها في حاجة واحدة. ايه هي؟ التقييم السيادي المصري. التقييم السيادي المصري لسه فيتش مديانا النظرة المستقبلية مستقر. ودي على فكرة المستقبل دي دايما بتبقى على فترة زمنية طويلة، يعني دايما التقييم للبلد بيبقى بيقولوا عليها على اللونج تيرم، يعني على فترة طويلة. ده دليل على النظرة المستقبلية بتاعت مصر. على فكرة في المؤسسات التقييم الدولية قيمت في الفترة بعد كورونا لغاية يمكن تقريبا آخر السنة أو لغاية سبتمبر اللي هو 20، قيمت حوالي 70 دولة في منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا. قيمت 70 دولة. من السبعين دولة دول 16 دولة بس حافظت على التقييم بتاعها كنظره مستقبليه مستقره. تاني 70 دوله ايوه منهم 16 والبقيه بقى اللي هم بنتكلم على 54 خدوا نظرات مستقبليه اقل من السابقه، بمعنى اللي كان مستقر خد بالسالب او نزل تقييمه. يعني ما فيش من ال 70 دوله في 16 دوله فقط حافظت على النظره المستقبليه بتاعتها منهم احنا مستقر، منهم مصر. بالظبط ده اللي عايزه. في دول اصلا عندها امكانيات ماليه وثروات طبيعيه افضل ما قدرتش تحافظ على تقييمها. مين الخريطه من ال 70؟ انا مش عايز ال 70 ولكن اديني حضرتك امثله، معلش انا اسف. يعني انا قلت البلاد اللي عندنا اللي هي زي شمال افريقيا والشرق ومنطقه الميدل ايست ومنطقه الخليج. طب مين معانا في المنطقه في النظر المستقبليه؟ مين معانا؟ لا في ناس مستقرة. ما معظم الدول زي ما بقول لحضرتك، يعني معظم الدول كانت خدت نظره مستقبليه سلبيه. تركيا فين في الملف ده؟ لا طبعا ده تركيا، لا تركيا مش النظره المستقبليه، ده تركيا حصل لها داون جريدنج، يعني نزلوا التقييم بتاعها مش مجرد نظره مستقبليه، لا التقييم نفسه نزل. تقييم تركيا نزل. نزل مش بقى مجرد نظره مستقبليه. لا ده هو نفس التقييم نزل. مفيش اي مستقبل. لا انا لا نزل كتير. بتكلم سياسه كتير. انا بتكلم هنا سياسه مش سياسه نقديه. نعم. لا نزلت كتير. لا تركيا من يعني هي كانت في تقييم معين. لا طبعا حصل تدهور في التقييم السيادي بتاعها، تدهور بمعنى كلمه تدهور. يعني اللي بيتقال مش يعني انه، لانه بعض الناس بيقول لك انتوا عشان ما تحبوش تركيا الموضوع ملوش علاقه بالحب والكره. لا والله يا استاذ احمد شوف انا لا انا بقول لحضرتك لما تيجي تقول الكلام ده للمنظمات الدوليه بتتكلم، مؤسسات دوليه بتتكلم وتقول تقييمات للدول، لما تيجي تقوله فيقول لك انا بتكلم على نفسي، يعني ان انتوا عشان ما بتوع صحيح ما بنحبهاش، ولكن حضرتك بتقول النهارده مش انا اللي بعمل التقييم، انا اللي بعمل التقييم.
انا بقول للي هم بيتسائلوا. لا طبعا، لا ما هو اللي عايز يقول طبعا ويفسر يفسر، بس على عايز اقوله مش انا، عشان كده بقول الواحد ما يقيمش نفسه. لازم الاخرين يقيموه. يعني انا لما بقول لحضرتك فيتش والنظره المستقبليه و70 دوله و16 دوله، بس مش انا اللي قايله. ده جهات التقييم الدوليه. بتكلم على فيتش واس ان بي، وبتكلم على مودي. فانا بتكلم النهارده جهات تقييم دوليه لها مصداقيه في تقييماتها، هي اللي بتقول التقييم. اولا بتطمننا على، يعني زي ما بقول كده دائما نحب ناخد المعلومات من مصادرها الرسمية واللي هي معنية واللي هي عندها المعلومات. عشان كده النهاردة حابين نطمئن من خلال حضرتك وبعد اجتماع السيد الرئيس. بشكرك يا فندم، وانا سعيد ان انا يعني قدرت في برنامج حضرتك اوضح امور، وارجو ان انا اكون كان اسلوبي بسيط وقدر ان هو يوصل للشعب كله. استاذ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، بشكرك شكرا جزيلا.